السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة، معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم نبدأ بشرح مسرحية ذات الصراع الواحد One Act Play. في بداية الأمر نبتدئ الفيديو ب ما هو المقصود بمسرحية ذات الصراع الواحد. طلبتنا الأعزاء، كما هو معروف بأن المسرحيات لها أنواع كثيرة، و المدارس كثيرة جدا، مدارس الأدب والمسرحيات بشكل عام. احنا طبعا هذا الاختصاص موجود عندنا بالجامعات العراقية وبعض الجامعات الأخرى في الوطن العربي، وأيضا في الجامعات الأخرى. فاحنا اليوم راح نشرح لكم One Act Play، طبعا على هذه الملزمة اللي موجودة بالمكاتب تقدرون تطلبونها بالعراق. فنبدأ إن شاء الله بشرح One Act Play. One Act Play تعريفها، أو ممكن يجي فراغ صح خطأ، is a play that has only one act. هو شنو معنى act؟ طبعا كلمة act معناها فعل، يعني يمثل كفعل. أما كاسم فact بمعنى فصل، فصل أول فصل ثاني. فمن أقول One Act Play معناها مشهد واحد، يعني مسرحية ذات مشهد واحد. طيب، is a play that has only one act as a distinct from plays that occur over several acts. يعني وهي تختلف عن المسرحيات الأخرى لأن لديها فصل واحد. أنا كاتب فعل واحد، يعني هذا خطأ مطبعي أيضا. One act play may consist of one or more scenes. ممكن تحتوي على أكثر من مشهد، ولكنها في الأخير تحتوي على صراع واحد، تحتوي على فصل واحد. هذا هو تعريف الوان أكت بلاي. ممكن يجيك فراغ صح وخطأ، اختيار تصحيح خطأ وإلى آخره. طيب الآن، what is origin of the one act play؟ the origin اللي هو المنشأ أو الأصل، يعني ما هو أصل هذه المسرحية؟ في حقيقة الأمر كما نعلم بأن كل مسرحية أو كل عمل له أصل، بمعنى أن له أشخاص من قاموا بكتابة من قام من أول من قام بكتابة هذا النوع فبدأ هذا العمل. عندنا short stories اللي هي القصص القصيرة، وذكرنا بأن العرب هم أول الناس اللي كتبوا القصص القصيرة. والمسرح الأغريق على ما أعتقد. والآن نبدأ بالوان أكت بلاي. طبعا مسرحية وان أكت بلاي هي أيضا من الأغريق، بداية الانشنت غريكس اللي هم الأوائل الأغريق. وان أكت بلاي والروتين، كتبت المسرحيات ذات المشهد الواحد أو ذات الصراع الواحد خلال القرنين الثامن والتاسع عشر. هاي ملاحظة جدا جدا مهمة. وذكرنا وكذلك يعني من أول the after pieces هذه من أول الأعمال التي كتبت من الوان أكت بلاي. طبعا بعض الأساتذة ممكن يطالبك بهذا الشيء، وممكن بعض الأساتذة يقول لك لا أنا ما أريد. فأنت ضروري جدا كمعلومات لك أنت كشخص كطالب أكاديمي كباحث تتعلم على هذه الأمور. طيب الآن they were clarify بمعنى أنه هذه القصص كتبت في حقيقة الأمر وتم تنظيمها الغرض من عدها to amuse حتى تسلي أو حتى تضحك الجمهور. هل تضحك الجمهور؟ فالغرض من عدها في بداية الأمر كان هو هزلي لا أكثر. طيب it was يعني كان من أوائل Norwegian dramatist الكاتب المسرحي النرويجي Ibsen who was the first time introduced، أول من قام بكتابة هذا النوع من العمل من الأعمال الأدبية. فنرويجن دراماتيست يعني أبسن الذي قدم من أول مرة في اتجاهات المسرح، أو من أوائل الذين كتبوا في
هذا النوع من العمل الأدبي الجميل جدا. طيب عرفنا بعض المقدمة، الآن نأتي على الكاركترستيكس، خصائص هذا العمل الأدبي. أولا، when a play is a play that has only one act, but many may consist of one or more scenes. إذن هي تحتوي على فصل واحد، أعني ممكن تحتوي على أكثر من مشهد. Okay, it's okay, but in general we have one idea. عندنا فكرة واحدة، عندنا فصل واحد، هذا هو موجود في when a play. And when a play are usually written in a concise manner, يعني بمعنى بطريقة موجزة، تكتب بطريقة مختصرة أو بطريقة موجزة وجميلة جدا، مثل حضراتكم وجوهكم الخيرة. ثالثا، it deals with a single situation. إذا تتعامل مع موقف واحد، تمام، نتحدث مع موقف واحد، شيء واحد لا أكثر ولا. وهناك أكو مفردة جميلة جدا، مثل حضراتكم وجوهكم الخيرة، dominant. كلمة dominant، هذه dominant، هذه dominant بمعنى مسيطر، وأعتقد إحنا موجود عندنا حتى باللهجة العراقية، إحنا نقول مدومن بمعنى مسيطر أو مهيمن، تمام؟ فنقول والله هذا مدومن، يعني هذا مسيطر. dominant بمعنى أنه المهيمن أو المسيطر أو الغالب. فموقف واحد مسيطر أو مهيمن بمعنى أنه one theme، يعني الثيم مالتها يكون واحد. رابعا، طبعا هاي الخصائص مهمة جدا يجب دراستها بشكل جيد جدا. It deals with the only one theme developed through one situation to one climax in order to produce لكي تنشئ a maximum of effect. يعني الفكرة وين؟ فكرة تقول لك بهذه الأعمال الأدبية نتعامل مع موضوع واحد، فكرة واحدة، one theme ذكرنا، وهذا الثيم يتطور ويتغير بعض الأمور بشيء بسيطة جدا، ولكن هنالك في غالب الأمر يكون هنالك فقط ثيم واحد. خامسا، it treats the problems of everyday life as marriage, punishment for crimes and etc. بمعنى أنه الوان أكت بلاي تحكي لك عن المشاكل اليومية والمشاكل الحقيقية في حياتنا في اليوم، يعني مثل بمعنى أنه تحكي لك من مشاكل الزواج، عقوبات الجرائم، وهذا الشيء نلقاه بالقصص اللي راح ناخذها إن شاء الله، مثلا قصة مس اكس ان واي، اللي هو واحد يعني امرأة تسيطر على زوج فلان، مسيطرة، فالفكرة أنه يعني راح تصير مشاكل يعني بينهم، فهي تحكي عن الزواج. أو مثلا يعني ذكرنا القدر، أيضا تحكي لك عن القدر، مثلا راح ناخذ رويدر تو ذا سي، راكبون إلى البحر وإلى آخره. سادسا، it is may divided into four states. تقسم بعض الأحيان، أو العلماء، بعض الكتاب، بعض المدارس تقسم العمل الأدبي إلى مقدمة وصراع، conflict، climax، وإلى الذروة أو الخاتمة. فطبعا كلمة denouement بمعنى الخاتمة. فمثل ما ذكرنا يعني أي عمل بيجي موجود عندنا بداية وسط ونهاية. طبعا كلمة conflict بمعنى الصراع، مثلا واحد يقول لك موجودة حتى مرات بالأخبار. قبل فترة كنت مطلع على شفت أخبار البي بي سي نيوز، فقال لك we are not to، فحكت المذيعة قالت I am not about to talking to the Iraqi conflict، Iraqi Iran conflict، الصراع العراقي الإيراني أو المشاكل العراقية، يعني عن مظاهرات. فقالت أنا ما راح أتكلم عن هذا، بس أريد كذا جواب. فconflict بمعنى الصراع أو المشاكل، تمام؟ فهذا هو المقصود بكلمة conflict، يعني الصراع، يعني الذروة في الأعمال الأدبية نقول عليها، يعني سبب أو قوة أقوى نقطة بالمسرحية، يعني أهم حدث بالمسرحية يكون conflict، صراع يعني.
عندنا ايضا البروتاغونست. طبعا البروتاغونست يعني البطل is the central character in the story، يعني هو الشخصية المركزية التي تدور كل الأحداث عن هاي الشخصية. إذا ما عندنا بروتاغونست فإحنا ما عندنا مسرحية، تمام؟ يعني مستحيل يصير عندك صراع بدون بروتاغونست، أو يصير عندك مشكلة لأنه هو البطل. البطل يعني الأنتاغونست هو ضد البطل، the opposing، إحنا ما عندنا بطل، opposing force of the protagonist، يعني القوة المتضادة للبطل، القوة المتضادة للبطل. طبعا هنا ممكن وانا اكتب لي الفرق ما بين المسرحية ذات الصراع الواحد والمسرحية يعني الكاملة. الوانا اكتب لي طبعا تكون شورت بلاي، بينما هذه تكون لونج، هاي تكون نيو مسرحيات حديث، هذه تكون اولد، هذه تراجيدي اوف بور، هذه تراجيدي هيرو يعني ابطالها ابطال البور ابطال، هذه تكون سيمبل ايفنت احداثها بسيطه، بينما هذه تكون كومبلكس اكيد شخصياتها تكون هذه قليله هذه تكون كثيره، طبعا اكيد لانها طويله لأنها تكون يعني مسرحية متكاملة وذات أحداث كثيرة، ويعني حتى lines والpages تكون أكثر يعني، والtimes أيضا time يكون أيضا ذا أكثر وقت. طبعا في نهاية الفيديو أتمنى إنه استفدتوا في من خلال هذا الفيديو، وإن شاء الله توفقنا في الشرح. أرجو من حضراتكم وجوهكم الخيرة أنه تشاركون هذا الفيديو إلى أكبر عدد ممكن من الزملاء حتى يستفادوا وحتى نكمل الشرح إن شاء الله. كما ذكرت لكم في بداية الفيديو، هذه المنظمة توجد في أغلب المحافظات العراقية، لمن يود أن يشتري هذه المنظمة سيجد الرابط في أسفل الفيديو. تحياتنا لكم، نشوفكم الخير، تحياتي لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.